معنا زميلنا في الضفة الغربية خالد بدير في تول كرم، أفادنا للتو بأن قصفا جويا على تول كرم أدى إلى سقوط شهيد وإلى عدة إصابات. ما التفاصيل لديك خالد؟ يعني في هذه اللحظات ترتفع الحصيلة، شهيدان وإصابتان حتى هذه اللحظة، وعدد الإصابات مرشح للارتفاع، سيما وأن الطواقم الطبية لا زالت تعمل على نقل الإصابات من مخيم نور شمس إلى مستشفى تول كرم الحكومي. ما حدث أن طائرة نفذت قصفا صاروخيا استهدف مجموعة مسلحة داخل المخيم. وفق بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الطائرة وجهت قصفا صاروخيا استهدف خلية مسلحة كانت تعمل على زراعة عبوة ناسفة في محيط الساحة الرئيسية بمخيم نور شمس شرقي مدينة تول كرم، وقامت بتوجيه هذه الضربة. بطبيعة الحال هنالك أعداد كبيرة من الإصابات، يجري العمل على نقلها في هذه اللحظات. ما أعلن الآن وفق مصادر طبية للغد استشهاد شابين فلسطينيين نتيجة هذا القصف وإصابة اثنين آخرين جراحهما وصفت بالخطيرة جدا نتيجة عملية القصف التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا يأتي في أعقاب أقل من 24 ساعة على اقتحام المخيم وقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر قائد وحدة الدبدبان في تفجير عبوة ناسفة استهدفت مدرعة النمر الإسرائيلية. بطبيعة الحال تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في هذه اللحظة في أرجاء المدينة، في ظل طبعا الحديث عن رصد بعض التحشدات العسكرية، لربما تتسارع الأمور باتجاه مزيد من التصعيد في هذه اللحظات. في عجالة فقط في بلدة بيتا إلى الجنوب من مدينة نابلس هنالك أيضا ثلاث إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحداها لطفل فلسطيني خلال مواجهات اندلعت بالبلدة، واقتحام كبير تشهده بلدة دومة برفقة جرافات وفرق هندسة قد تكون مؤشرات لعملية قدم لأحد المعتقلين الفلسطينيين الذي نفذ عملية قتل بها مستوطن قبل نحو شهرين. طيب فقط للتوضيح خالد، ونحن معنا صور من تول كرم قبل قليل من مخيم نور شمس. مخيم نور شمس من أكثر المخيمات في تول كرم ربما يعني ازدحاما امتلاءا بالكتلة السكانية. حين نقول قصف جوي، هل نقصد بذلك مسيرة، صاروخ من مسيرة، أم قصف جوي من طائرة مقاتلة إسرائيلية؟ يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي في حديثه قبل قليل يقول بأن طائرة نفذت هذا القصف. بطبيعة الحال لم يحدد طبيعة الطائرة التي استخدمت، لكن وفق ما استطعنا الحصول عليه من صور من موقع الحدث هذا يظهر بشكل قاطع بأن الصاروخ المستخدم هو صاروخ يتبع لطائرة مسيرة على غرار ما حدث من عمليات قصف سابقا. الآن وأنا أتحدث إليك ترتفع حصيلة الشهداء إلى 4 شهداء في هذه اللحظات نتيجة القصف الجوي الذي استهدف مخيم نور شمس. 4 شهداء في هذا القصف، بالتالي ترتفع حصيلة الشهداء في مدينة تول كرم منذ 7 أكتوبر إلى 120 شهيدا، بينهم 17 طفلا قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في وتيرة استمرار تصعيد غير مسبوق تشهده مناطق الضفة الغربية. من الجدير بذكره أنه خلال الساعات القليلة الماضية إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب تدمير مدرعة النمر في مخيم نور شمس تدرس بشكل جدي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استخدام المدرعات المجنزرة خلال عملياتها في مناطق الضفة الغربية، في تطور لافت أيضا لطبيعة وفهم التصعيد الذي تشهده مناطق الضفة الغربية. الزميل خالد بدير متحدثا إلينا من تول كرم بعدما أكد لنا أن غارة بمسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على منزل في مخيم نور شمس أدت إلى ارتقاء 4 شهداء وعدد من الإصابات حتى الآن. أشكرك خالد.